إذا اليوم كان الحفل الختامي للإعدادية أو الثانوية محمد السادس بطنجة، فكان حفل تتويج الأنشطة طيلة السنة، الأنشطة اللي عملت عليها المؤسسة مع جمعية الآباء طيلة السنة في أندية، اللي كان الإفراز واحد العمل تشاركي ينطلق من القاعدة أي التلاميذ، بحيث أن الجمعية والمؤسسة نزلت عملت واحد ورش تشاوري مع التلاميذ من أجل أنه يكون واحد سيليكسيون ديال النوادي اللي غادي يشتغلوا عليها، وهذا هو اللي عطى الأكل ديالو، بحيث أنه كان هذا الشيء هذا يحبب هذا النوادي، كان الهدف منها هو صقل المواهب عند التلاميذ وتحبيبهم في الدراسة والحد من هدر المدرسي، فالقوي يعني ذاته، وهنا كان تفجير ديال الطاقة ديالهم في هذا الحفل هذا، والهدف العام هو تربية هاد التلاميذ ولا تربية النشأ الصالح بما يتماشى مع ميول ومتطلبات الشباب في هذه المرحلة السنية، لا سيما أن العمل ديال الجمعية اللي قامت به طيلة السنة كان عمل ينطلق واحد البرنامج مندمج اللي اشتغلت عليه المؤسسة بجميع المكونات ديالها، الطاقم الإداري والطاقم التربوي، وهنا سأتكلم عن أن هذه المؤسسة تحظى بمشروع الألفية اللي ساهم في تطوير البنية التحتية وتوفير جميع العدة الديداكتيكية والتعلمية لإيصال المعلومة بوصف سليم عند الطفل وتقبلها بما يتماشى مع العصر. فشكرا للموقع شوف تيفي على حضوره ودعمه لنا هذا النشاط هذا، ونتمن التواجد دياله داخل هذا الحفل هذا، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير مؤسسة إعدادية محمد السادس يوسف الدابي، كما جرت العادة في نهاية كل موسم دراسي نحتفي بالتلاميذ المتوج، وكان حفلا بهيجا وجميلا جدا. نشكر جميع الأساتذة الذين سهروا على تنظيمه، كما لا ننسى جمعية آباء وأمهات التلاميذ الذي كان لها الباع الطويل في إحياء هذا الحفل. نشكر جميع العاملين بالمؤسسة من أطر إدارية وأطر تدريس، وكذلك جميع آباء والأمهات الذين ساهموا في إنجاح هذا الحفل وأخرجوه إلى الصورة التي لوحظ عليها أو الصورة الجميلة جدا والتي أشاد بها الجميع. وفي الختام نتمنى لجميع التلاميذ والتلميذات التوفيق في مسيرتهم الدراسية، وشكرا.